لليوم الثالث على التوالي واصل أصحاب عربات وبسطات الخضر في صيدا اعتصامهم أمام المجلس البلدي للمدينة وقطعوا طريقها الرئيس احتجاجا على قرار البلدية منع البسطات وعربات الخضر من التجمع والانتجار في شوارع المدينة، مطالبين بتنظيم الأسواق ومنع الفوضى من دون أن يكون ذلك عبر قطع أرزاق عشرات الأسر في ظل ظروف معيشية صعبة. نحن مع الخطة الأمنية، ولكن الخطة الأمنية بتبلش بسلاح، بشيلوا 100 أزهر، بشيلوا 100 بارودة، بشيلوا 100 مطلوب، مش بشيلوا 100 حد عنده. تجار صيدا وصفوا في المقابل ممارسات أصحاب البسطات بغير المقبولة، مدافعين عن قرار البلدية ومطالبين القوى الأمنية بوضع حد لهذه الممارسات. التجار أكدوا أنه في حال استمرار ما سموه العرضات في الأسواق سيأخذون موقفا واضحا مما يجري، محملين كل من يقف وراء هذه التحركات مسؤولية ما يترتب عنها.